بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله راح ننفذ مشروع الآن، نفهم من خلاله كيف نبني ليست فيو وكيف تعمل ليست فيو. طيب، start new project اسمه ليست فيو project. جميل جدا، هذا هو المشروع. بداية اروح للريسورس للي اوت. لاحظ اللي اوت هنا عندي فيه تكست فيو، فعليا تكست فيو هذا ما احتاجه، حذفته. بعد كذا اروح ادور عن الليست فيو، اذا هو هنا ممكن نبحث عنه هنا اسرع. ليست فيو، طيب. ون بما ان هذا الاوتو كونكت مغلق نفتحه. هذه طبعا اذا قررت تتعلم الكونستنت لي اوت راح يكون مفيد جدا. طيب، ربط لي، وهنا صفر صفر مظبوط. طيب، نقطه اخيره بس نخليه ماتش كونستنت بحيث انه يتمدد على كل اللي اوت. طيب، اجي هنا الاحظ ان عندي ليست فيو باستثناء ان في شغلة واحدة ناقصتني اللي هي الـ ID. من هنا اكتب list او اخليها small list view. طيب، تقريبا احنا راح نبني list view بنفس هذا الشكل، اللي هو راح يكون فيه هنا name وراح يكون هنا فيه course او ID. طيب، فعشان يكون الشكل واضح اللي نبغى نبنيه بنسوي هنا class اسمه student. طيب، في string name و string course. احترت بين course ولا ID، بس بخليه course. طيب، بعد كذا ممكن نبني الستر والجتر، ممكن نبني الستر والجتر والكونستراكتر. طيب، هذا الكونستراكتر، مو بهذا الكونستراكتر اللي نبي كونستراكتر على كل الداتا ممبرز. طبعا الت مع انسيرت راح ينفذ هذا الامر اللي هو انه يعطيك الاوتو جنريت. طيب، نفس الشيء ستر وجيتر. طيب، هذا الكلاس اللي راح يكون، خلينا نقول هذا نسميه الموديل اللي راح يكون اللي راح نبنيه للليست فيو. طيب، بعد كذا نرجع للليست فيو. هنا الليست فيو شغلتها انها راح تاخذ ون فيو وتكرره. ببساطه انت راح تعطيها رو واحد، هي راح تبني كل مره رو وتكرره تحت بعض. جميل. فالان شو مطلوب منا؟ نبني الرو هذا. نجي هنا ونقول new resource نسميه item. طيب، الايتم راح يكون فيه two text views زي ما قلنا، name. طيب، لاحظوا بما ان auto complete على طول بناها، وبعد كذا قلنا الاول name والثاني course. هنا text view name، طبعا هنا يقول لك اسوي ابديت بما انك غيرت الاي دي، نقول له ايه سوي ابديت. طيب، هنا عندنا course. طيب، كذا صار عندنا جاهزين. بسوي حركه، طبعا ممكن نستخدم هنا او شيء يبغانا نحذف هذا. طيب، ما مستغنين عنه. طيب، وهذا يعطينا تكست للديباجينج بس، يعني في حاله اللي احنا نسوي ديباج يظهر لنا اياه، لكن لما نطلع نسوي له رن على جهاز حقيقي يخفي التكست. فهنا بنقول مثلا، طيب، عشان يكون هو الاسم اللي بنتعامل معه هنا،
عفوا هنا يكون عندنا الكورس وليكن بروجرامينج. طيب ابغى اقدم ابغى اقدم البروجرامينج شوي قدام فاجي اضغط عليها, او ممكن رجع هذا شوي ورا خليه 8. طيب اوكي ما بمشكله بخليها كذا. طيب الان هذا اللي اوت اللي عندي. فيه اشكاليه اخيره, لاحظ ان الكونستنت لي اوت لو جينا هنا بنلاحظ ان الكونستنت لي اوت ماتش بيرنت, بمعنى انه ماخذ هذا كامل. طيب لو كان كل لي اوت عندي عشان يكون مفهوم واضح انا بصفهم تحت بعض. طيب لو كان عندي الايتم الواحد ماتش بيرنت الهايت معناها ان كل ايتم راح ياخذ الشاشه كامله, وهذا شيء انا ما ابغاه. فاجي هنا اقول الهايت خله راب كونتنت, يكون الهايت راب كونتنت. طيب لاحظ ان الراب كونتنت صار يعني على الحافه مره, لاحظ بروجرامينج على طول لاصقه في اللي تحتها. فاجي اسوي كذا واعطيه هنا بادينج اللي سويته بالضبط. عشان نعيده اللي سويته بالضبط سويت كذا وبعدين جيت هنا اعطيته بادينج فبس عفوا اعطيته مارجن. طيب فكذا احنا بنينا وان ايتم. جميل خلصنا. الان عندنا صار عندنا صار عندنا ليست فيو وصار عندنا وان ايتم. جميل الايتم فيه نيم تكست فيو نيم وتكست فيو كورس. طيب خلصنا هنا فعليا من XML وبنينا الموديل كلاس, الكلاس اللي هو راح يكون يمثل الطالب الواحد. طيب وهذا خلصنا منه. نجي الان الى الجافا, نقول هنا ليست فيو ليست فيو, بعدين نجي نقول ليست فيو يساوي فايند فيو باي اي دي r dot id dot list view. طيب ربطنا الحين list view باللست view. طيب list view في XML ربطناها باللست view اللي في الجافا. الآن أبى أسوي array list. طيب list عادية يعني هي عبارة عن list, ممكن أخليها list عفوا list of student سميها student list تساوي new array list. طيب راح أضيف فيها مجموعة, بضيف فيها ثلاث طلاب. طيب student list dot add new student اسمه علي والكورس هنقول CS 101. طيب بعدين بضيف ثلاث طلاب زي ما قلت. علي احمد عزيز هذا اخذ CS 2 وهذا CS 3. طيب الان صار عندي هنا يعني هنا اول شيء سوينا بايندينج, بعد كذا هذه كانت الخطوه الاولى عفوا هذه كانت الخطوه الثانيه تكلم عن داخل الجافا, واللي فعليا احنا بنينا موديل هو اللي كان الخطوه الاولى, وبعدين بنينا حطينا ليست فيو في XML وايتم وبعدين هنا جينا للجافا. طيب بعدين الان نحتاج شيء اسمه ادابتر. لو جينا هنا قلنا list view dot set adapter. الادابتر شغلته شغله بسيطه جدا, يبني كل شوي ايتم ويعطيه للليست فيو والليست فيو تعرضه, يبني كل شوي طالب واحد ويعطيه للليست فيو والليست فيو تحطه في الليست, بحيث يصف كل شوي نضيف كل شوي ايتم. هذه شغله الادابتر. جميل طيب احنا بما ان عندنا تو اي يعني عندنا تو را بنسوي لنا ادابتر. فنجي هنا نقول نيو جافا كلاس ستودنت ادابتر. طيب طبعا في مجموعه كبيره من
الادابترز اللي جاهزين في جافا في اندرويد تقدر تسوي لها اوفر رايد تتعامل معها. احنا راح نستخدم اعلى اداء يعني البيرنت كلاس الادابترز اللي اسمه بيس ادابتر. طيب بعدين نقول الت مع انتر. الت مع انتر يعطيك سجشن اذا كان في ايرور. يقول امبلمنت ميثود سوينا انتر اعطاني اربع ميثود قال هذه لازم تسوي لها امبلمنتيشن اخترناها. طيب نجي نشوف وش يحتاج منا هذا الادابتر. اول شيء يقول جيت كاونت لازم يعرف عدد الايتيمز، فمعناها انا محتاج ارسل له عدد الايتيمز. فاقول راح ارسل لك عدد الايتيم اللي هم ليست اوف ستودنت. طيب سميهم ستودنت ليست او ستودنتس. اوكي فعدد الايتيم راح يكون عدد ستودنتس. طيب فاقول هنا ستودنت دوت سايز هذا هو عدد ستودنت. طيب راح يرجع لي هو مو اوبجكت راح يرجع لي ستودنت. طيب هنا جيت ايتيم هو بيعطي البوزيشن وانا اعطيه الايتيم. فاقول ستودنت دوت جيت واعطيه راح يعطيني بوزيشن وانا اعطيه ايتيم. الاي دي اذا كان عندك اي تي اي دي اذا كنت مستخدم اي دي ممكن تتعامل تستفيد منه هنا. طيب اخر شيء الفيو. طيب قبل ما اوصل للفيو هنا بسوي لي كونستراكتر. طيب لاحظوا شو بطلب منه. انا اول شيء اخذت الليست طيب وبطلب منه الكونتكست. الكونتكست الليست فيو هي معروفه يعني الان اي شخص يبغى يستخدم الادابتر الخاص فيني هذا اللي انا بنيته لازم يعطيني ليست اوف ستودنت ولازم يعطيني كونتكست. طيب الكونتكست وش نقصد فيه هنا؟ خلينا نبسط مره المفهوم. الكونتكست هنا الكونتكست نقصد فيه هنا وش الاكتيفيتي اللي بتعرض فيها هذا الادابتر. طيب عطني الاكتيفيتي اللي بتعرض فيها هذا الادابتر وبعدين ادي اسوي هنا الكونستراكتر. الكونستراكتر فخلاص الحين اي شخص يبغى ينشئ هذا الادابتر لازم يرسل لك ليست ويرسل لك كونتكست. اتفقنا؟ طيب الان نجي هنا محتاجين احنا نبني الفيو. ببساطه اي فيو راح تبنيه هو يمثل وان رو. يعني الان كل شوي راح نجهز صف واحد في الليست. طيب لو جينا هنا الليست كل مره في داخل هذه الميثود اللي اسمها جيت فيو كل مره راح اجهز صف واحد واعطيه الادابتر. هذه اعطيه الادابتر هو والادابتر هو اللي يتصرف. طيب نجي الان الى ستيفيو. اقول اول شيء فيو فيو يساوي. طيب اقول layout inflator dot from. لاحظ شو يبغى منك from؟ يبغى منك context بحكم انك انت اخذت الكونتكست اوريدي فتضيفه مباشره. هذا الكونتكست جبناه من هنا. طيب بعدين نقول هنا دوت انفليت يبغى منك ثلاث اشياء. لاحظوا الشيء اول شيء الريسورس ودي يطلع لي اياها. طيب يبغى منك اول شيء الريسورس اللي اوت ريسورس. طيب ويبغى منك البيرنت ويبغى منك اتاتش تو روت. طيب ناخذها واحده واحده. اول شيء يبغى منك الريسورس. ببساطه هو يقول لك وش الايتم وش الرو اللي بتعرضه وش الشكل حقه. فنقول احنا اوريدي بنيناه هذا الشكل حق الايتم اللي نبغاه. شو اسمه؟ اسمه ايتم. طيب ارجع مره ثانيه هنا واقول r.layout.item. طيب هذا هو الشكل اللي ابغى اعرضه. طيب يقول لك وش البيرنت؟ البيرنت انت ما انت محتاج تفكر في البيرنت. ليش؟ لانه هو اوريدي اعطاك اياه. طيب فتقول هنا بيرنت. طيب بعدين مش محتاج اخر شيء اتاتش تو روت تقول هنا فولس. طيب هنا معطيك وارنينج يقول لك المفروض تستخدم فيو هولدر باترن. طيب عشان نبسط الاكزامبل هذا ما راح نتطرق لهذا الموضوع ابدا. طيب نجي الان نقول نرجع هنا احنا جالسين نتعامل مع هذا الان. طيب وش داخله؟ داخله تو تكست فيو. طيب فارجع ستودنت ادابتر واقول تكست فيو نيم يساوي
لاحظ كيف بكتبها، بقول فيو فيو اللي هي هذه الفيو، طيب دوت فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دي دوت سمينا تكست فيو نيم. السؤال هنا ليش ما قلنا على طول فايند فيو باي اي دي زي ما نسويها العاده؟ ببساطه احنا هنا كاننا خلينا الاكس ام ال هذا اللي اسمه ايتم داخل هذا الفيو، هذا عباره عن اكس ام ال واحنا نبغى نتعامل مع جافا، فاحنا كاننا خلينا هذا الايتم داخل هذا الفيو، فاذا حبينا نوصل اي اليمنت داخل هذا الايتم نوصل عن طريق هذا الفيو. طيب الان نجي نقول text view course يساوي view dot find view by id r dot id dot text view course. طيب الان نبغى نحط الداتا، يعني الان عندنا name و course فاضيين نبغى نعبيهم. جميل، فنجي نقول name dot set text. وشلون ناخذ النيم؟ ببساطه احنا عندنا هنا get item، انت تعطيها البوزيشن وهي تعطيك الاوبجكت. طيب وعندنا طبعا هذا ممكن يكون confusing، وشلون البوزيشن؟ من اللي اعطاني البوزيشن؟ هذه شغله الادابتر، انت اعطيته اول شيء السايز، هو كل شوي بيعطيك بوزيشن ويقول لك عطني، يعني جهز لي اياه واعطني اياه، خلصته بيعطيك بعده بوزيشن ثاني. هذه شغله الادابتر، انت ما عليك منها، يعني بيعطيك 0 1 2 الين يوصل لعدد الايتمز اللي عندك بناء على السايز اللي انت اعطيته. طيب نجي الان نقول get item نفس هالميثود هذه ونعطيها البوزيشن اللي الادابتر راح يعطيني اياه، وبعدين نقول dot get name. نجي هنا نقول course dot set text get item ونعطيه البوزيشن ونقول نفس الشيء dot get course. طيب هنا كان يسوي return null بينما هو محتاج view، واحنا هنا جهزنا الفيو فنقول طيب جهزنا احنا الان عندنا ادابتر جاهز. طيب نروح هنا ونقول set adapter، ممكن نسوي كذا student adapter adapter يساوي new student adapter واعطيه الليست اللي هي اسمها student list. طيب واعطيه context اللي هو الاكتيفيتي، main activity او اقدر اقول this. طيب وبعد كذا اعطي الادابتر، اقدر اسوي الطريقه هذه واقدر اختصر السطرين هذه بسطر واحد باني اخذ هذه الجزئيه باستثناء النقطتين احطها هنا مباشره ونحذف هذا سطر. طيب الان جهزت الادابتر. طيب سوي رن، وبالطريقة هذه احنا بنينا list view. طيب بضيف نقطة أخيرة يمكن تحتاجها وبحطها 4 معنا فعليا، يعني تختلف من project to project. list view dot set on item click listener new وبعدين control مع space يعطيك الاوتو كومبليت. طيب وبعدين اول اوبشن اللي هو adapter view dot on click on item click listener ضغط عليه enter وبنالي هنا، بيقولك طبعا اذا اعطاك هذا الايرور الت مع enter implement method on click وجاب لي الميثود. الان راح اخليه يسوي توست، ببساطه انا ابغى اذا سوى كليك الان يقول لي اسم الطالب. طيب يحط لي اياه في توست ميك او عفوا توست دوت ميك توست الكونتكست وشو مين اكتيفيتي دوت ذس.
طبعا هنا بخليها في الاخير عشان يختفي الايرور. طيب هنا نقول اسم الطالب صح ولا لا؟ فنقول list view dot get عفوا list view dot get ليش؟ اوه مو بالست فيو اسمها student list. ليش؟ student list dot get بعطيه البوزيشن وبعدين dot get name واخر شيء الديوريشن اللي نقول توست دوت لينث شوت واخر خطوه هي دوت شو. طيب النقطه اللي كنت بتكلم عنها الان لو حذفنا هذا راح يعطيني ايرور. ليش؟ لانه هو ببساطه داخل انيموس كلاس. طيب فإذا صرت داخل Anonymous Class اللي هو غالباً Listeners كلها كذا جميل، فأنت محتاج تستدعي باسم الأكتيفيتي دوت ذس. طيب الآن تسوي Run ونقول فهذا OnClick Listener صلحناه. ففي حال احتجت List View في المشروع هذا أعتقد أبسط مثال ممكن تبدأ فيه، وبعد كده بإذن الله تنطلق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.